الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. بتشرف دايما بتواجده معانا استاذ ممدوح. اهلا بيك. اهلا بك زميلي، ربنا يخليك. منورنا. من نورك انت. الحمد لله. والله الحمد لله. كيف ترى مباراه القمه بين الاهلي والزمالك؟ انا بس هختلف معاك، هي مش مباراه قمه. امال ايه؟ هو ديربي. ديربي. القمه بتبقى فرقتين او ناديين قريبين من بعض. تمام. ده مش موجود. من ناحيه ايه؟ من ناحيه لما اتكلم عن فريق واخد 41 دوري وفي واحد واخد 12 دوري. تمام. وهذا ليس تقريبا من الزمالك، انا بس بحط المسميات في حجمها. تمام. لما اتكلم عن فريق واخد 5 سوبر وفي واحد سوبر. كده مش لا يعني لما نتكلم عن ريال مدريد واخد 33 دوري. برشلونه واخد كام؟ 26 دوري، فالمساله ايه؟ قريب. فبالتالي بتكلم دي قمه. لكن ديربي طب ما انا عندي ليفربول وايفرتون ديربي. بس مش قمه. لكن ليفربول ومانشستر يونايتد قمه. ليه يا استاذ امير؟ عشان ده اكتر واحد حصل على الدوري وده بعديه، فنحط الكلام صح. احنا بنتكلم يعني من منطلق ان دول اكبر فرقتين في مصر، اهلي وزمالك، يعني اكبر جماهيريه كمان. لا ما هو جماهيريه الاسماعيلي جمهوره اكتر بكتير. المصري بورسعيد كلها بتشجع المصري. صح ولا غلط؟ اكيد. اتكلم عن ديربي عن قمه، يبقى فرقتين قريبين من بعض. طبعًا. في الارقام والاحصائيات. ده مش موجود. الاهلي في حته ثانيه خالص، وبقيه الانديه في حته ثانيه خالص خالص خالص. طب فنيا ما تبقاش قمه؟ ما تبقاش قمه. الاهلي فنيا على مدار ال 90 دقيقه بتوع بكره الديبينزا، وتعتمد على الاداء بقى. بمعنى ايه؟ الاهلي 45 نقطه في الدوري. تمام. مظبوط يا فندم ولا انا غلطان؟ صح. فواحد في جزيره كده لوحده بيتشمس، وبقيه الانديه في حته ثانيه مع صون حته ثانيه. يبقى ازاي اعمل بقى فنيا انا؟ يبقى فنيا الاهلي حته ثانيه خالص. صح ولا مش صح؟ تمام. بس الزمالك لسه فايز مثلا على الترجي في ماتش. ما تكلمنيش عن طفره. ما تكلمنيش عن طفره. كلمنا على الاستمراريه. انا عملت مع كابتن علي وجيش احوال الاهرام، قال لي كلمه رائعه. الاستمراريه مهمه جدا. ان انا النهارده استمر، لكن النهارده عندي طفره تطلع مره واحده وممكن تغبو، دي مش فنيا. انت مستواك مستقر، انت قبليها عامل نتائج مش كويسه في الدوري. تمام. واخد بال حياتك، ففي دروب. فنتكلم نحط مقصه، ده ديربي ويحترم، والزمالك قيمه كبيره. أكيد. لكن مش قمه، لان الاهلي في حته مختلفه. الاهلي مختلف. مش تحيز الاهلي، انا بتكلم بلغه ارقام، بتكلم باحصائيات. بقول لحضرتك برشلونه وريال مدريد المسافه قد كده، ليفربول ومانشستر يونايتد المسافه قد كده، لكن مش قد كده. واخد بالك؟ كان عن ديربي. ديربي ديربي محترم جدا وقمه فنيه. ما تكلمنيش ان دول راس براس. لا لا، الاهلي في حته مختلفه خالص خالص يعني. تمام ماشي. مش بقول لحضرتك، انا مش بكلم مش مجامله للاهلي، انا بتكلم بوضع ارقام. وجهه نظر حضرتك اكيد تحترم بكل تاكيد يعني. لكن شايف المباراه ازاي بقى يعني من الجانب الفني تحديدا؟ يعني الزمالك برضه منتشي فوز كبير جدا على الترجي التونسي. ناس كتير ما كانتش متوقعه ان الزمالك يفوز في هذه المباراه. الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ماشي بشكل ممتاز في الدوري، وايضا موفق جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. فمعطيات كتير قبل المباراه دي بتشوفها ازاي؟ هسال حضرتك سؤال برضه. اتفضل. يعني مدير المذيع مكانك. ماشي مفيش مشكله. غير من غير اماكن يعني. ده الترجي؟ لا ما كانش الترجي خالص. بس خلاص. بس ده الترجي؟ ده مش الترجي. في اربع لعيبه غايبين من الترجي جامدين جدا مشوا. في اربع لعيبه جامدين. الزمالك اتعاقد مع الزمالك كويس. الزمالك كويس. ما قلتش لا، انا برضو مش بقلل، بس بقول لك هل ده الترجي؟ لا مش الترجي. فبالتالي ما اقدرش احكم على الزمالك في ده. لازم احكم على الزمالك قدام فريق قوي مكتمل. متكامل. قدام مازن بيحكم على الزمالك مثلا مع احترامي، الزمالك فعلا فايق. لكن قدام الترجي وبحاله الترجي دي لا، مش شرط. طب ليه ما نقولش ان الزمالك هو اللي تفوق على الترجي في المباراه؟ انا ما قلتش حاجه، مش تقليلا من الزمالك برضه. حاجه برضه شرط تسمعها. بس هل ده الترجي؟ لا لا، ما كانش في قمه مستواه. بس كده. فانا بقول لك ايه، لما تيجي تتكلم مثلا سي عن فئتين كبار، هل ده في مستواه او مش مستواه؟ امبارح ليفربول واتلتيكو مدريد، هل ده ليفربول؟ لا مش ليفربول خالص. بس اتلتيكو متلطش من طوب الارض في الدوري الاسباني، فتيجي عند ليفربول تكسب صعبه. فهل ده الترجي؟ لا مش الترجي. الزمالك فنيا في الماتش ده عالي؟ عالي، وقدم مستوى رائع. هيعمل مشكله الاهلي بكره؟ هيعمل مشكله لو الاهلي مش في حالته. لو الاهلي مش في حالته. طبعا. لو الاهلي كمان او فايلر تخلى سنيه في الماتش ده، عمليه التدوير. يعني يلعب زي ما الكابتن علي بوجيشة فعلا قال لي في الاهلي بافضل 11 لعيبه عنده. لان الموضوع لا، الكبار ما بيلعبوا مع بعض، دول تختلف. طبعا. ده لقاء كبار. لقاء كبار، ديربي محترم. لو انت ما خطفتش وركزت لا تتخطف. فالاهلي لو ركز بكره ولعب الاساسيين المجموعه المحترمه اللي بدأ بعيد عن التدوير اللي ممكن يعمل مشكله، لا النتيجه الاهلي. بالتالي افضل 11 لاعب من وجهه نظر حضرتك للاهلي بكره يلعبوا على راسهم؟ اتمنى 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 وجود مجدي قفشه. قفشه
ده لازم ده دواء في خط الوسط، الولد ده دواء في خط الوسط. يعني بصرف نظر كان هو حد ممتع، لا رجليه بتوصلني للجون في لحظه، وهداف وسريع وعنده رؤيه في الملعب محترمه جدا جدا. بالاضافه طبعا حارس المرمى محمد شناوي، اتمنى احمد فتحي موجود. احمد فتحي مش طبعا، لا احمد فتحي، احمد فتحي تقيل في الملعب، حد يعني مسمار. عندك طبعا باك ليفت علي معلول، طبعا ده لا خلاف عليه، في القلب رام ربيعه، اتمنى اكون جنبه مش ايمن اشرف، ياسر لان مشكله زي ما قلت ايمن اشرف مشكلته يعني الغلطه بتاعته في فوره، يعني بيخش دخلات بيخلي الناس قلبها يقع في رجليها، يا يعني اما ضربه جزاء يا ضربه جزاء، ما عندوش حل ثالث هو بصراحه. خط الوسط طبعا يبقى عندك يعني بس ايمن اشرف بالمناسبه بيؤدي مباراه اخيره ممتازه. بقول لحضرتك هو مش قلتك غلطته في فوره، يعني هي غلطته في فوره، يعني احيانا بيحس ان رجليه بتن شمال، دي بتبقى مشكله عندنا احنا. فخط الوسط عندك بس معلش عشان ناكد على الجزئيه دي، عشان ممكن الناس بتاخدها بمحمل مختلف، ايمن اشرف من اللعيبه المميزه جدا والكبار والاضافه اكيد للنادي الاهلي. بس برضه حضرتك برضه ايمن اشرف لعيب في المخ في السير دي باك، انت محتاج حد يكون فنيا بيعرف يمسك كوره. تمام، ايمن اشرف ده كويس فيه بس دخلاته صعبه، دخلاته بتكلفني. ولو حضرتك رجعت بره بعد وقت الاهلي قبل كده هتلاقي سبب خساره الاهلي في كاس ماتش كان ايمن اشرف. بس في مرات ما ينفعش فيها ان انت تغامر، يعني سلبيه من ضمن السلبيات اللي ممكن تبقى موجوده عند اي لعيب في الدنيا يحاول يعدلها، بس لكن فيما عدا ذلك هو اكيد لعيب محترم. اكيد خط الوسط طبعا عندك الولد ديانج، ده لعيب لا اهلي بامانه، يعني شابول اللي جاب ديانج ده شابول جامد قوي. عبد الحفيظ قال ان نسبه جلبان هو اللي رشحه للنادي بامانه، يعني نسبه جلبان يقعد 50% من مكافآت ديانج بامانه حقه. لا لا ولد في خط الوسط ما شاء الله عليه، الله اكبر، حاجه جميله جدا. ايه مميزاته من وجهه نظرك؟ السرعة في التحرك، تمام، التغطية رائعة، التمرير سليم، التسديد على المرمى سليم، أشبه للعيب المتكامل، أشبه للمتكامل اللي ينقصه يعني ربما اللمسة الأخيرة. تمام، ربما اللمسة الأخيرة، لكن هو بصفة عامة لعيب كويس قوي، وأنا في اعتقادي من أحسن الهاف ديفندرز جيهم مصر، إن ياكل أفضلهم يعني، لأن قدامه ما شاء الله سنه صغير فقدامه مساحة كبيرة جدا. عندك طبعا السولية جنبه، السولية طبعا ده ما شاء الله عليه في أحسن حالاته، وبحياتك هيبقى عندك قفشة. انت عندك بقى التلت الامامي ده يا استاذ ممدوح، ده اللي محتاج ده تركيز شوية. تركيز مين اجاي ايه يلعب لاي حد، يلعب ايه مركزه ايه، يعني اتمنى ايه اجاي لو راس حربه يبقى كويس جدا. تمام، اجاي هيبقى جنبه مثلا زي ما اتفقنا قفشة، وفي عندنا الناحيه الثانيه الشحات، حسين الشحات ده ضروري جدا وجوده المره دي كمان، رغم بس مستواه متراجع سنه، بس الشحات في المباريات الكبيره بتلاقيه موجود. بتقول دي وتقول دي. تمام، ليه؟ مهاراته وامكانياته وقدراته، لعيب كبير طبعا، لعيب جامد قوي في الكرات الكبيره تلاقيه في لحظه يخطف لك، في لحظه تقيل عند الجول بيسحب الفريق كويس قوي، عنده امكانيات رائعه. واخد بحياتك طبعا وليد سليمان ده بديل محترم جدا جدا. طب الظهير او الوينج الليفت مين يلعب؟ هيبقى في عندنا مين؟ عندنا عندك بقى انت قلت اجاي مهاجم، هيبقى عندك بقى كهربا، في احمد الشيخ، في مين تاني؟ رمضان مش جاهز، لا رمضان مش جاهز، في وليد سليمان، لو هيبدا هيبدا لي باحمد الشيخ، في جيرالدو، لا جيرالدو وكهربا يبقوا بدلاء، بدلاء يعني بدلاء. ما تجيش بكهربا، ما تجيبش كهربا خالص. خلي اقول لحضرتك الضغط النفسي والعصبي الكهربا في الماتش ده ممكن يبقى سلبا عليه. تمام، انت عارف كهربا كان لعيب سابق في الزمالك، فده ممكن في تاثير، في دخله مش كويسه، في عنف شويه، في خشونه، فالدنيا كده مش لطيف. لما نزلوا الشوط الثاني انا اتليست والنتيجه ان شاء الله تبقى مثلا صالح الاهلي بعد ربع ساعه هيبقى الدنيا مريحه فيبدا يلعب، لكن لما ينزل الاول والماتش فيه تنس وفيه توتر لا ممكن ده يبقى اثاره مش كويسه. فابدا بالتشكيل اللي انا محتار ببدا بيه كل ماتش، اللي هو في الاخر بعمل تغييرات لسليمان وكهرباء. انت بتقول لك الاهلي محفوظ، انا شايف عارف الاهلي محفوظ في تغيير كاس، لكن اللعيبه بتنفذ صح، في مدرب بره، في سيستم اللعيبه ماشيه عليه، يعني في مدير فني فاهم بره بيعرف كده زي ما قلتها في النادي سبورت بيودود مع الجهاز الفني المعاود، فبيعرف يدير صح، دي مهمه جدا. يعني هو ما بياخدش القرار لوحده، بيرجع مع المساعدين، بيقعد بيتكلم معاهم، بتلاقي التغيير في محله. فدايما البدلاء عندك هم الاقرب، دول 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 مهمين قوي بالنسبه لك. لكن بالتاكيد لا الاهلي ما شاء الله بامانه يعني في افضل حالاته، الاهلي الاقرب، الاهلي الاقرب الا لو حصلت مفاجات، ودي ما اعتقدش انها ممكن تحصل. لكن دايما بيبقى في تغييرات في تشكيل مستر فايلر مع الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد. المره دي شايف ان المره دي ما ينفعش. طب يبتدي بقى انهي تشكيل فيهم اللي ابتدى بيهم قبل كده؟ اخر ماتش ليك كان قدام المصري، المصري.
هو ده التشكيل المحترم اللي انت ممكن تبدا بيه كبدايه مش كنهايه لا مباراة. كبدايه انا بقول لك انا ما ابداش بكهرباء خالص ما احرقش ورق الكهرباء ما احطوش في الكوبس عشان يتحرق بعد كده هيبقى كده انا هتضلم الدنيا عندي لان بقول لك ممكن في دخله عنيفه في توتر في الملعب في حساسيه في الاداء حاجات كتير قوي انا مش محتاجه دلوقتي انا محتاجه لما اوصل معاه لنتيجه مريحه يبدا كهرباء يسحب الفريق يبدا كهرباء يبقى فايق يبقى بعيد عن التوتر الضغط العصب اللي عليه طبعا ممكن برده جمهورك زمالك او حاجه يحصل نوع من الهتافات ده وارد ده كله بيعمل انكياس على اللعيب فانا بدل ما ادخله في الاتون كده بدري بس سيادتك لا انا احطه في الوقت المريح فيه وانا عندي ادوات تانية كتير انا عندي ادوات محترمه جدا يعني المهاجم بتاع السنغال الاهلي جابه اليوباجي ده بديل رائع ممكن تبقى مفاجاه ويبتدي بيه والله لو بدا بيه يعني انا خايف يبقى صاحبه حدين يعني ايه مراد يبقى يعني خد دخل بسرعه في الدنيا كده واشتغل لانه بامانه عجبني قوي يعني برده من الصفقات اللي بحيي اي حد في الاهلي جابه او حتى خد القلم وقال له خد امضي لان الولد ده ممتاز وبعدين اللعيب بيمام من لمسته من صح. حركته من استلامه للكوره ده عنده ما شاء الله وطبعا ما شاء الله بطفل طوله وقوته الجسمانيه فده لو بدا بيه والولد يعني اتاقلم بسرعه دخل الجو لا الاهلي ممكن يفرق يعني يبقى ده برده راس حربه واجاي يلعب وراه بدل رمضان صبحي. طيب النهارده مستر فايلر اعلن ان رمضان مش هيكون متواجد في المباراه رغم ان اللاعب شارك النهارده في التدريب بشكل كامل. تمام. هل تتوقع ان ممكن نتفاجئ بتواجد رمضان ولا خلاص مستبعد؟ والله بص هو مستر فايلر قال كده علني ولا قال في المؤتمر خلاص. قال رمضان صبحي بره. انا الراجل ده صادق وما اعتقدش انه بيلعب يعني ما فيش عنده حاجه تؤهله انه يراوغ. احنا بحكم معرفتنا بيه هو يعني مش ده اسلوبه ان هو يراوغ وكده. برافو عليك. هو كده راجل بيقولها وش كده فلان بره بره ليه بقى؟ هو في ميزه وعنده بره ادواته هو عنده بره الناس اللي تشيله. بالظبط. فايه اللي يخليه يدعي يعني مش هنعمل يعني كابتن الخطيب ربنا يبطعه بالصحه في نهائي كاس مصر كابتن الدكوتي رحمه الله عليه وكان نتيجه الزمالك 2-1 وجينا الكابتن الخطيب بيلبس وكان لابس هدومه قام غير وقلب النتيجه في نهائي كاس مصر 78 كنت انا ما اتولدتش تقريبا لو كنت انا جيت لك فقلب نتيجه 4-2 لكن ساعتها كان ده الخطيب احترامنا لكل النجوم مع كل النجوم بتوع مصر السابقين والحاليين واللي جايين كمان بس ده خطيب فالخطيب لا فده كان فجاه لكن طالما فايلر قال ده يبقى هو صادق في ده وهو عنده ما هو بقول لك عنده اجايه لو لعب مكان رمضان اجايه حاجه جميله جدا وجامده جدا وليد سليمان ما هو حد جامد جدا مجدي قفش حد جامد جدا انت الاهلي لا الاهلي المسلم ده انا قلت هنا مع الاستاذ محمد الجندي فبيقول لي سان داونز وقرعه قلت له انا عاوز سان داونز مش عاوز مازيمبي ما تلعبنيش مع مازيمبي عايز سان داونز لا سان داونز رقم واحد عندي طار لازم اخده يعني انا اسف يعني رقم اثنين هلعب معاه كوره تمام مازيمبي مش هلعب كوره بس ده انا هلعب مع كوره ومع جمهور ومع ارض ومع حكام مع دنيا بحالها ما لا مازيمبي ما يلزمني والترجي قلت له الترجي برضه اقلق منه نتيجه شمال افريقيا انا يعني دول شمال افريقيا بيبقى في توتر لكن سان داونز هلعب كوره وجه سان داونز مش عارف بقى كان حد صعب لي النتيجه ولا حبيبي لكن في كل الاحوال الاهلي جاهز لكل الفرق باذن الله في مختلف البطولات واهم بطوله بالنسبه لنا دلوقتي خلال اللحظات الحاليه وهي بطوله السوبر باذن الله بكره الاهلي يكون موفق فيها بالتالي يا استاذ ممدوح اللي مطلوب من لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في مباراه الغد خصوصا في ظل حضور جماهيري واحنا دايما بنتمتع بمباراه الاهلي والزمالك لما يبقى في جمهور هنا وجمهور هنا الزمالك جاب الجون بتاعه في الترجي الدقيقه كام؟ 2 حلو الكلام يبقى انت اول 10 دقائق من فضل حضراتكم نركز تمام من فضل حضراتكم ممنوع الاقتراب من مرمى الاهلي بالشكل اللي يزعج تمام ما تديش المنافس مش خصوم احنا منافسين المنافس فرصه يتقدم عليك بدري يوطل لك الماتش لا انت لو ما غبتش حافظ ده مهم جدا تركيز في اول 10 دقائق ان الزمالك طبيعي ورؤيه كده اعتقد في راس كارتيرون هيضغط عليك من الاول هيروح لك ويضغط عليك ويحاول يستغل الضغط عليك وهو اريك كرتون اري الاهلي فانت مطلوب منك اول 10 دقائق حافظ مش طالب منك عم ما تسجلش بس حافظ لي على شباكك نضيف مفيش بقى ممنوع الاخطاء ممنوع الاخطاء في نفس الوقت لو اتيحت ليك فرصه تقوم بهجمات مرتده سريعه من فضل حضراتكم استغل الفرصه اللي تجيلك بحيث ان انت لما تصدى للخصم ضغط عصبي ونفسي في البدايه الماتش بتاعك يعني انت بايدك توتر نفسك وبايدك تريح نفسك ان انت تحافظ على شباكك رقم واحد، رقم اثنين اي فرصه تيجي لراس حرب عندك من فضل حضرتك ركز المرمى لان المباريات الكبيره دي الفرصه فيها ما بتتكررش. اكيد انت بتتكلم عن فريق كبير اسمه الزمالك
فريق تقيل اسمه الزمالك. زي مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك اللي كانت في ابو ظبي ايضا على ما اتذكر في 2016 او 17 والزمالك فاز بضربات الجزاء الترجيحيه. كان كابتن محمد حلمي بالظبط كان في فرصه لاجاييه قبل ما الوقت الاصلي يخلص. برافو عليك. كانت خلصت الماتش سهله جدا بس ما جاتش خسرت ضربات جزاء. بالظبط مش كده بالحاج. انت ايه حافظ على شباكك نضيفه في اول 10 دقائق، استغل الفرص اللي متاحه ليك وخلص تخلص الماتش بدري. ما تخليش المنافس يسحبك للحته بتاعته ضربات جزاء. ما تخليش المنافس يحط القدر يبقى هو المتحكم في النتيجه. لا، انت باقدامك انت وبروسك انت تخلص كل حاجه. والاهلي قادر. طب عايز اتطرق للزمالك شويه. هل ممكن الزمالك يبتدي بالتشكيل اللي لعب بيه ماتش الترجي ولا هيبقى فيه تغييرات؟ ده مليون المية. ده كابتن علي بجيش قال لي تعبير حلو قوي، بيقول لي كارترون ما صدق اتلم على الفريق. تمام. بهذا اللفظ قال لي ما صدق كان مع الفريق. توليفه مناسبه للفريق. توليفه ودول افضل عندي. هو دول هيلعب بيهم. مش هيلعب في مين؟ طارق حامد، فرجاني ساسي، استحق، مصطفى محمد. ما في مين عندك بره؟ مصطفى محمد. مين عندك بره؟ ما فيش عندك حد بره بتقولهم. فالزمالك هو ده التشكيل الافضل والاقوى بالنسبه له. وشيء يحترم ان هو الراجل اعترف ان هو دول هم دول اللي يلعب بيهم، هم اللي يبدا بيهم. فده الزمالك. الاستراتيجيه بقى عند كارتيرون وعند فايلر في المباراه هتبقى عباره عن ايه؟ هيبقى في حظر تاكيد في البدايه. حظر ده لازم. انت بتتكلم عن مباراه بطوله، ما فيش تعويض. يعني مثلا مش ايه احنا ممكن نعوض، لا دي مباراه بطوله محتاجه فيها حرص وحظر. اول ربع ساعه اكيد هتبقى مخنوقه. مخنوقه رغم ان الزمالك امام الترجي ده مهاجم في اول 10 دقائق تقريبا جاب جول. الاهلي غير. لان كارتيرون يعني قرا الترجي صح، عارف. لكن الاهلي لا، الاهلي ما شاء الله في افضل حالاته، الاهلي غير. فهتلاقي الموضوع تكتيكي بحت، هتلاقي الموضوع في خط الوسط، هتلاقي في شله كده مجموعه في خط الوسط مقفله لك الدنيا، كل المفاتيح عندك مقفله، ده ضاغط على ده، ضاغط على ده، ضاغط على ده، وكله هيحاول يفتح على الطرفين يستغلوهم عشان يبعت عرضيه، صفا محمد او عندك اجاي او ديانج لو بقى اسمه ديانج، اليو ديانج هو السنغالي لو بدا اليو باجي انا اسف. لكن انت بتتكلم في لا، خط الوسط هو رمانه الميزان. طارق حامد، ساسي، عندك سوريه وديانج، الله يفتح عليك. هم دول رمانه الميزان. هتلاقي خط وسط مقفول وهيبقى في حرص وحذر. ده بيفكر يخطف وده بيخاف يفكر يخطف. بعض الصحف بتتنبا ان ممكن متولي يلعب كلاعب وسط ثالث بجوار سوليه وديانج. وارد الموضوع ده ولا صعب؟ وارد بس هيبقى كتير. اصل انت برضو انت كده، ما انت بتدافع، انت عاوز تقفل جامد قوي. ما انت برضو محتاج انت يبقى عندك ثقل هجومي. ما انت عاوز تروح تفرد اسلوب لعبك انت يعني. بالظبط كده. ما انت عندك الابر هاند، انت ماسك زمام الامور. يعني مش انا اسف، انت اللي سوق الماتش. تمام. مش حد تاني. انت بتتكلم، انت عاوز تكسب. مكسبك بس في حرص. في حرص. فثلاثه هاف ديفندر لا هيبقى كتير. وبعدين هيجي حساب الناحيه الهجوميه تعمل بيهم ايه؟ وبعدين نحترم الزمالك مهما كان، يعني مش ريال مدريد. ماشي. اصعب مفاتيح لعب الزمالك او اخطر مفاتيح لعب الزمالك على النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك؟ هم حياتك معروفين. طارق حامد، فرجاني ساسي كمفاتيح لعب. هو انا بقول حاجه، فرجاني ساسي، مصطفى محمد، وبن شرقي. الثلاثي ده اخطر ثلاثه. دول جامدين جدا. جامدين جدا، وتحركاتهم وفايقين فنيا وعاليين فنيا. فانت لو عرفت تظبط الاداء معاهم ويبقى في رقابه محكمه، سواء رقابه لصيقه او رقابه لج الراجل، دي هتفرق معاك، هتبقى في مفاتيح اللعب. الطرفين عندك حازم امام ومحمد عبد الشافي برضه مثلوا مفاتيح لعب. يعني هو جاهز، حازم مش في افضل حالاته، لكن عبد الشافي مصدر خطوره. جمهور النادي الاهلي حتى الان هو الجمهور الاكثر في ابو ظبي، وبدليل ان تذاكر النادي الاهلي نفدت من حوالي 3 ايام لهذه المباراه عكس نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ماذا يمثل للاعيبه النادي الاهلي تواجد هذا الجمهور الغفير في حجم الملعب؟ يعني بالنسبه لحجم الملعب هو جمهور كتير طبعا. ما انا قلت لك مش قمه، قلت لك ديربي. ما هو ده اكد كلامي مع حضرتك. ما هو القمه يبقى الاثنين قد بعض. يعني بالتالي جماهيريه الاهلي في الخليج والدول العربيه اعلى من في الخليج وجوه مصر وبره مصر. وفي اجيب لك ست العراقي دلوقتي اقول لك عليه. لا، الاهلي شعبيته جامده جدا. فانت بتتكلم في نادي القرن، نادي قال التعبير عجبني قوي، قال لك نادي عدد بطولاته اكتر من عدد تاريخ تاسيسه. ولا انا غلطان؟ صح كده. انا بتكلم بوضوح كام. يعني راجل نادي ما شاء الله عليه. فده يوصل دافع لعيبه الاهلي يعني استغلال تواجد الجمهور طبعا. فرح بقى الناس دي. الناس دي جات وحملت مشقه السفر عشان تفرح معاك.
اخيرا توقعات حضرتك نتيجه المباراه؟ النتيجه يعني عشان مثلا 2-0 ولا 3-0 دي صعبه، لكن هو السكور هيبقى قريب، واخد بال حضرتك؟ 3-1 ممكن، 4-2 ممكن، هيبقى في جوان الاهلي ان شاء الله. لما اروح ده في جوان، لكن بصفه عامه نتمنى بس ماتش كويس، ونتمنى الرساله اللي بتتبعت للناس يقول لك يا جماعه الالتزام والسلوك اهم من النتيجه وفوز الاهلي باذن الله او اي شيء اخر، ان الناس تلتزم في الملعب، تلتزم بسلوكيات ده هتعمل سمعه بلد. تمام، وقبل سيادتك اكيد عشان الناس بره تحترمنا بس. ده اهم شيء، ونتمنى ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، ده الاهم، وباذن الله باذن الله كمان بجانب هذا الاطار ان الاهلي يحقق البطوله ويكسب ويرجع بالسوبر رقم 12 في تاريخه. طيب انا سريعا عايز اخد بس بعض توقعات جمهور النادي الاهلي زي ما وعدناهم. يعني احمد جمعه، مساء الخير يا حبيبي يا جمعه، تسلم على كلامك، بيقول ان الاهلي هيفوز 3-1 باذن الله تعالى. يوسف قال 3-1 للاهلي ان شاء الله. العمده محمد او مجد حداد او حجاج، ان شاء الله خير ويكون الفوز حليفنا بنتيجه 4-1. طه احمد قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1. ابن الاهلي قال 5-1. حسن ابو عوده قال 3-0 للاهلي. نروح لتويتر بسرعه، احنا كنا مع فيسبوك. تويتر كمال محمد قال 3-0 للاهلي ان شاء الله. رضوى قالت 4-1 للاهلي ان شاء الله. احمد لبيب قال 3-0 للاهلي. بهاء اسامه قال 4-0 ان شاء الله الاهلي، وحاطط صوره كهربا ماشي. وعاطف العشيبي قال 4-0 للاهلي. ومحمود شعبان قال 3-0 للاهلي. توقعات كبيره وتفاؤل ملحوظ من جمهور النادي الاهلي بخصوص هذه المباراه. مع نهايه حلقتنا النهارده عايز اشكر طبعا الاستاذ محمود ممدوح فهمي، طبعا ضيفنا العزيز اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ممدوح. كان معانا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. واكيد مع نهايه الحلقه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الغد 90 دقيقه الاهلي باذن الله يحسم فيهم اللقب ونرجع بالبطوله ونتفرغ لما هو قادم وتحديات كتير مختلفة سواء محليا أو إفريقيا، وده أهم شيء. بكرة هتكون تغطية خاصة، مفيش حلقة الكلام في الميديا، تغطية خاصة من قناة النادي الأهلي، بداية بالتحديد من تمام الساعة الثانية ظهرا حتى موعد انطلاق المباراة، وما بعد المباراة إن شاء الله نكون فرحانين بالبطولة. استنونا بكرة وتغطية جديدة، واستنونا إن شاء الله بإذن الله يوم السبت في حلقة جديدة من كلام في الميديا. إلى اللقاء.